أنت كذاب كذاب كذاب. بهذه الكلمات انفعل الملك عبد الله في وجه بشار الأسد أمام أمراء السعودية وغادر الاجتماع فائراً. توترت الغرفة وارتعد بشار خوفاً وبدأ يهذي بهستيريا ويكرر: أنا رئيس العربية السورية. هذا المشهد الدرامي تشكل خلال اللقاء الأخير بين بشار الأسد والملك عبد الله بالرياض. فما الذي أثار هذا التوتر بين البلدين؟ وكيف تشكلت العلاقات السعودية السورية بعد ذلك؟ في عهد حافظ الأسد كانت العلاقات بين المملكة والجمهورية السورية في أفضل أحوالها، بل إن السعودية هي من أصرت على توريث الملك لبشار الأسد بعد وفاة أبيه. فقد أصر الملك عبد الله على تمديد إقامته داخل سوريا حينها بعد العزاء، وقال لبشار: اسمع، كنت أنوي العودة إلى المملكة الليلة، لكنني قررت البقاء وسأرسل لمصطفى طلاس واللواء حكمة الشهابي وعبد الحليم خدام لأؤكد عليهم دعمنا لك. سأبقى بجانبك ولن أقبل بأن يلعب أحد بذيله معك. وهكذا أمنت السعودية توريث السلطة لبشار من بعد أبيه، لكن تأمين السلطة لبشار بعد أبيه لم يكن كافيا، فقد بدأت السعودية بالإعداد لنظام الأسد على المسرح الدولي ولا سيما لدى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأسد رفض الهدية السعودية وبدأ بنسج خيوط المكر والخديعة. بدأت الأمور في التدهور بين البلدين بعد حادثة اغتيال رفيق الحريري والتي صبت أعين العالم على سوريا. حاول بندر تقديم النصيحة لبشار فذهب لمقابلته بدمشق، لكن بشار وبغطرسة أجبره على الانتظار يوماً كاملاً قبل المقابلة. في أثناء المقابلة نقل بندر بن سلطان رسالة الملك إلى الأسد: تعاونوا مع المحكمة الدولية، أنظار العالم تتوجه نحوكم. رد الأسد: ليس هناك دليل يديننا. ليفاجأ بندر قائلاً: نحن على علم بزيارة الحرير الأخيرة إلى دمشق. لكن الأسد استمر في تعنته ومراوغاته ورفض التعاون في التحقيقات. وضع هذا التحدي المملكة العربية السعودية في موقف صعب مع فرنسا، مما أجبر الملك عبد الله على النأي بنفسه بعيداً عن بشار. تصاعد التوتر بين البلدين مما أدى إلى لقاء مصيري في الرياض. وفي محاولة يائسة للابتعاد عن اللوم، اتهم بشار اللبنانيين بالتسبب في الخلاف بينه وبين الملك عبد الله. قال بشار للملك: في الحقيقة أنا لست عاتباً، ولكن اللبنانيون سيئون ويقول صحفيوهم بأنك مستاء مني وتقول عني كلاماً سيئة. خيم الصمت على الغرفة، وبوجوه يملأها الترقب توجهت أعين الأمراء نحو الملك عبد الله انتظاراً لرده على بشار. قال الملك: أنا أعرف عمك قبل والدك، ثم عرفت والدك لم يكذب أبداً، أما أنت فكذاب كذاب كذاب. كذبت على بندر ثم كذبت علي، وأنا أسامح في كل شيء إلا من يكذبون علي. تفاجأ حينها بشار برد فعل الملك وقال مرتبكا: جلالة الملك، أنا رئيس العربية السورية. فقال الملك منفعلا: وإن كنت رئيس سوريا أنت كاذب وليس عندي ما أضيفه. ثم قام الملك وخرج من الاجتماع. في النهاية لا يسعنا سوى التساؤل: هل كانت تلك الحقيقة الكاملة لما حدث خلف الكواليس؟ أم أن هناك أسراراً خفية أخرى لم يكشف عنها بعد؟ أخبرونا برأيكم في التعليقات.